دونك اليوم المغرب والكوتيفار دونك بزاف ديال الناس كيتصلوا بينا كل واحد عطى نتيجه كيقول جوج زيرو كيقول جوج لواحد كل واحد كيقول واحد النتيجه دونك انا قلت جوج لواحد سنة قالت واحد الزيرو اي مون بير اللي اتصل بينا قال لك حتى هو واحد الزيرو دونك فوالا مرحبا بكم على شاد اف ام 05 22 36 62 05 22 36 62 رقمنا مقترح مفتوح فوجاكم للتواصل معنا دونك فين غادي تفرجوا فين غتشوفوا الماتش مع من كيفاش نتوما كتفضلوا تشوفوا الماتش ديال المنتخب دونك ديجا دونك لعبنا مع ناميبيا دونك فوالا دونك المغرب والكوت ديفوار اليوم نهار 2 المغرب وجنوب افريقيا عندنا 3 نقاط مازال خاصنا 3 نقاط اخرين نتوما اش بان في هذا الماتش دونك 05 22 36 60 دائما خوكم هشام بنجلون اللي كيحييكم ورا الميكروفون ميرسي بوكو على لي ميساج ديالكم اللي كنتوصل بها في لاباج اوفيسيال ديالي دونك هشام بنجلون ميرسي بوكو نتوما اللي كتواصلوا معنا من خلال انستغرام هشام بنجلون اوفيسيال اي بيان سور من لاباج ليميسيون فاس معنا على شادو فاس معنا سو شادو اف ام بالفرنسي ناخذ ابيل السلام عليكم الو السلام عليكم اهلا السلام ورحمه الله صباح خويا صباح خويا كي داير بخير كلشي بخير توفيق المنتخب ان شاء الله اليوم الله يحفظك شكون معنا معك لطفي من قنيطره لطفي من قنيطره خويا بون مرحبا بك اخويا لطفي الو لطفي اش بان لك اليوم في النتيجه جوج لواحد ان شاء الله جوج لواحد بون فوالا واحد اخر معايا يخسر الحار تاريخ جديد غير شكرا لك يا لطفي لطفي فين غتشوف الماتش قنيطره ان شاء الله ريزيرفيت البلاصه ديالي من طنجه دابا انت جاي من طنجه دابا لا جاي من طنجه خويا الله في القنيطره دابا قربت القنيطره ان شاء الله دابا جاي من طنجه ومريزيرفي بلاصتك في القهوه باش تشوف الماتش ديال 6 ونص ان شاء الله ان شاء الله خويا وكنتمنوا التوفيق وواحد الموفقه اجي نقول لك صاحبك اللي ريزيرف لك البلاصه القهوه ديالو على حسابك اليوم يلا مرحبا مرحبا خويا مرحبا يلا ميرسي بوكو شكرا لك السلام عليكم على الشدا اف ام حنا معكم مستمعاتنا مستمعينا وعندنا واحد الغيليزاتور كويري بزاف اليوم معنا امين صافا امين كلشي بخير دونك امين راه في الكواليس دابا نقل لكم الصوره ديال امين والحركات ديالو كيف صافا خويا الله يحفظك شمال امين اش بان لك في الماتش ديال اليوم المغرب والكوت ديفوار يلا امين فريمون اجي امين اجي صافا امين صافا الحمد لله انت صافا الحمد لله امين شي مزيان صافا صافا ناس فاس صافا هما دوك يسمعوا لك اش بان لك في النتيجه امين و الفريق الاخر المنتخب الاخر كي حتى هو كيخلع شويه راكم عارفينها ولكن المغرب حتى هو راه عنده دابا بغينا شحال غتكون جوج لواحد جوج لواحد مرحبا بكم دونك ان تري بو كاتو اللي غنصوبو وغادي ندير فيه التصويرات ديال رونار دونك فوالا ارفي رونار اللي غنحط فيها لا فوتو الى 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 ربحنا بجوج واحد الوغ بزاف ديال لي زابيل كيجيو 05 22 36 62 بون وغادي نمشيو ناخذو مكالمات عائليه الو السلام عليكم وعليكم السلام كي داير اخويا هشام مزيان صافا خويا كلشي بخير الحمد لله صحه لاباس السلام عليكم شكون معنا؟ عبد الحسن من مدينة صفرو صافا سي الحسن مرحبا بالناس ديال صفرو صافي فريمون بليزير نسمعوا الناس ديال صفرو شحال ما سمعناكم صافا خويا ايوا جوج لواحد ان شاء الله جوج لواحد بابا هادشي شحال ديال المغاربة كيقولوا جوج لواحد دونك سي با فاسيل مازال معنا الحسن مازال انا الحسن فين غادي تفرج في الماتش ايوا نقدر نتفرج في القهوه حيت ما ساليش عندي شي شغل ولا اني ندير ناقص الشغل ونمشي للقهوه ان شاء الله الحسن دونك الله يوفق اخويا ودير في اطار المواطنه دونك سي تري 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 امبورطون تبارك الله عليك الحسن ميرسي بوكو ميرسي بوكو اخويا بون كوراج بون شونس اسود اطلس المغرب والكوت ديفوار
مي 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 لاحظت واحد القضيه سي كو سناء فاش كتقولوا جوج لواحد كدير هادي ديك لعبه ديال فهمتي ما سي با غراف سناء واحد لزيرو جوج لواحد دونك ليسونسييل هو ثلاثه ديال النقاط دونك انا اللي كنتمنى انا اللي كنتمنى ان المغرب والكوت ديفوار ما يبقاوش تعادل دونك هادي اللي كنتمنى باسكو سي با بيان بور نو اي جو بونس امين غادي يشطرني راي في هاد القضيه سي كو جنوب افريقيا تا هي فرقه ماشي بالسهله دونك ما بقاش عندنا ما خصناش نضيعوا اي سورتو الدراري ديالنا فاش كيطيح لهم المغال صعيب باش يطلع دونك انا كنصح دراري المنتخب ما خصناش نطيحوا المغال ما خصناش خصنا ديما نثقوا في راسنا اي لا بروف لي ان 2004 جو بونس المغاربه فاش بداو ديما ماركين بقاو ماركين دونك حتى لواحد الماتش اللي تعادلوا فيه جو بونس لا كوب كامله دونك سي تري تري امبورطون بالنسبه لي جوغ المغاربه اي اون فوا كي ماركيو البيت كيبقاو جوج ثلاثه راه كتطلق الكرش ناخذوا مكالمه السلام عليكم وعليكم السلام في الجزائر المباركه ديالك صافا خويا صافا الله يحفظك كلشي مزيان بخير الحمد لله الله يسهل شكون معنا الو وي سيدي شكون معايا عبد الحق العمراوي من مدينه مكناس مرحبا بسي عبد الحق دونك مشينا نصفروا مكناس مازال ما رجعناش لفاس ناخذوا بزاف ديال لي زابيل من فاس مرحبا خويا العمراوي كلشي بخير لاباس الله يحفظك الله يبارك الوغ فين غادي تتفرج في الماتش اليوم العمراوي عندي في الكافي دابا انت رابح من الجانبين عرفتي اول مره نشوف واحد دابا انت عندك قهوه دونك غتفرج في القهوه عرفتي اللي زوين ان عندك الوسيطه طالعه مزيان مزيان طالعه مزيان اي لافونتاج الثاني هي ربح المنتخب الوطني لافونتاج كبير وكبير نسولك على واحد القضيه تري امبورطون سميت قلتي لي عبد الحق العمراوي سي عبد الحق الوغ كنلاحظوا واحد القضيه في القهاوي فين ما كيجي قرب يسالي الماتش كنبداو نجمعوا في الكيسان علاش حيت الا تسجل في بيت كيتقلب لك كل شيء هوي انا واش بان لك في النتيجه عبد الحق انا كنتوقع 3-2 3-2 شويه قاصحه مي 3-2 عند عبد الحق من مكناس برافو كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي هذا هو ليسونسييل هذا هو ليسونسييل اخويا ميرسي بوكو وحنا دائما على الشدا اف ام الوغ بوكو با قبل ما نواصلوا في استقبال مكالماتكم 0522-36-62 غادي نمشي ونبقاو مع فاصل موسيقي اذا خاص ليكم حنا كاع المغاربه وحنا مغاربه تحيه لكل مغربي ومغربيه فين ما كنتوا كل مغاربه العالم مرحبا بكم على الشدا اف ام الحب اللي في قلبي لبلادي ترابي الغالي ارض جداد